حرب قامت بين روسيا واوكرانيا بعيد عننا قوي، ايه تاثير الحرب دي علينا احنا وليه احنا متاثرين بيها ودول كتير قوي في العالم؟ نفهم الاجابه مع استاذ محمد دي. بص، هو احنا ما بقيناش عايشين في عهد الخمسينات والستينات، فكره ان لمجرد انه في حرب حصلت بعيد عننا فاحنا ازاي نتاثر؟ المفروض ما نتاثرش، لا ده مش هيحصل، لازم نتاثر. ليه؟ لانه العالم بقى مفتوح على بعضه. فلو حصل حاجه في امريكا زي ما بيتقال، يعني المثال لو امريكا عطست احنا كلنا يجي لنا برد، كل العالم يجي له برد. طيب دي امريكا، لو حصل حاجه في اوكرانيا وروسيا ايه علاقتها بالعالم كله؟ ليه العالم كله متبهدل كده بهذا الشكل، من اليابان لاستراليا لامريكا لكندا لافريقيا، كله متبهدل ليه؟ لان ببساطه الازمه الاوكرانيه دي ما هياش الازمه الوحيده اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي، لا دي كانت اخر ازمه في سلسله ازمات كتيره جدا بقى لها سنتين شغاله. يعني نقدر نقول الشعره التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، هي الشعره التي قسمت ظهر البعير، هي اخر حاجه في السلسله من الضربات اللي احنا عاملين ناخدها. بدات بجائحه كورونا، متحولات كورونا، بدات تظهر ظاهره التضخم بعدها، مشكله التضخم، بعد كده مشكله ارتفاع وتضاعف الشحن البحري، الكونتينر اللي بيطلع من الصين يروح لدوله ده اسمه الشحن البحري. بعديها ازمه التغير المناخي، انه حراره البعض في دول بتزرع الحراره زادت، المحاصيل ما بقتش تنتج زي الاول، فده سبب ازمه ارتفاع اسعار. الاسمده زادت، الاعلاف زادت، الحبوب كلها زادت. بعدها عندنا ازمه سلاسل الامداد. ايه سلاسل الامداد دي؟ انه احنا مثلا مصنع عربيات في المانيا بيشتري مسامير قد كده من اوكرانيا او من روسيا او من اي دوله في العالم، مصنع في فرنسا محتاج مثلا قطع بلاستيكيه قد كده او شاشه موبايل محتاجها من تايوان بس. فاقصد حصل دروب في السلسله دي، اتكسرت السلسله، سلسله الامداد المفروض تكون مكمله لبعضيها ومترابطه كده، تكون متسلسه جدا. تمام. اللي بيطلع حاجه بتطلع من تايوان، مدخلات انتاج توصل لفرنسا بمنتهى السهوله، ده ما حصلش، اتكسرت السلسله دي. تمام. فارتفعت الاسعار جدا. بعديها ظهرت متحولات جديده لكورونا، متحولات عنيفه زي اوميكرون، ده في اخر السنه اللي فاتت. لحد ما وصلنا بقى لبدايه التحشيد العسكري في شرق اوروبا، ثم الحرب في منتصف فبراير. بدات الحرب، اتضربنا ضربه كمان بعد الحرب بقى، فالحرب مش اخر ضربه، دي قبل الاخيره. الضربه الاخيره كانت ايه؟ ان الفدرالي الامريكي رفع الفائده. دي كانت اخر ضربه فعلا، بقى دي اللي جابتنا الارض كلنا العالم. طبعا. فده سبب ان احنا متاثرين. سبب تاني مهم جدا، روسيا واوكرانيا من اكبر منتجي الحبوب في العالم، مش بس الحبوب، يعني الحبوب مقصود بها ايه؟ قمح وذره واعلاف واسمده وزيوت نباتيه، والثلاثه داخلين في صلب صناعه الغذاء بالظبط كده. والثلاثه مصر بتستورده، ده رقم واحد. رقم اتنين، روسيا واوكرانيا من اكبر منتجي المعادن الصناعيه، بلاتينيوم والبلاديوم والنيكل والنحاس، فكم صناعات بقى حدث ولا حرج، كتير جدا. روسيا من اكبر منتجي النفط والغاز، ف انت متخيل انه ربع انتاج العالم من الحبوب بيطلع من هناك، 80% من انتاج الزيوت بيطلع من هناك، من الدولتين دول. فالدولتين دول مؤثرين جدا في الاقتصاد العالمي. فده سبب ان احنا تأثرنا احنا وكل العالم بهذه الحرب، اللي هي كانت الخطوه قبل الاخيره في سلسله صدمات ضربت الاقتصاد العالمي. حط بقى دي مع موضوع السلاسل، مع ده مع ده، حط كل ده واتكلم بقى، هتلاقي ان احنا قدام ازمه صعبه جدا. تمام، مكملين، تابعونا، لسه عندنا اسئله واستفسارات كتير هنعرفها من استاذ محمد نبيل.